مساء الخير. وسط أحراج الصنوبر والسندين بتسكن هالبلدة على كتف وادي بين جبلين وهبوة مناخ معتدل ومنعش على مر الفصول. حملت وصمة كويعة المشهورة بالصعوبة والعجقة والضجيج، بس على بعد أمطار قليلة منهم حملت بصمة القرية اللبنانية الوادعة المليانة خير وقيم وتراث. هي موطن أشجار التوت والزيتون والتين وكروم العنب اللي ارتوت من ينابيعها المتفجرة المشهورة بغزارتها ونقاوتها وطعمها المميز، فقالوا عنا أطيب مي. مرت فيها سكة الحديد فازدهرت تجارياً وسياحياً، ورغم أفول نجم هالسكة نتيجة الحرب، لكن سكة المحبة بقلوب أهاليها بقيت سالكة لبناء علاقة راقية مع كل الزوار والسياح لبلدتهم هالحلوة. هالبلدة هي عريا. بتوقع عريا بقضاء بعبدة بمحافظة جبل لبنان، بتبعد عن العاصمة بيروت 13 كيلومتر وعن بعبدة مركز القضاء 7 كيلومتر. ترتفع عن سطح البحر بين 300 و 600 متر، وبتبلغ مساحة أراضيها حوالي 354 هكتار أو 3.54 كيلومتر مربع. تعتبر عريا بلدة قديمة العهد، إلى أن تاريخ الحديث ابتدى من حوالي 500 سنة مع بدء توافد العديد من العيال للسكن فيها بالقرب من ينابيع المي، وقد شيدت أولى كنائس الضيعة كنيسة سيدة النجا بالعام 1560. تتميز عريا بمناخها المعتدل طوال أيام السنة بسبب وجودها الجغرافي بين جبلين وسط أحراش كثيفة من أشجار الصنوبر والسندين، وقد ساهم هالمناخ بالإضافة إلى قربها من العاصمة بيروت بتوافد السياح وكبار الشخصيات من لبنانيين وعرب بقصد الاستجمام والراحة. وهي استفادت سابقاً من مرور سكة الحديد فيها وإنشاء محطة ترين مشتركة بين وبين بلدة شويت المجاورة، فازدهرت تجارياً وسياحياً. اشتهرت عريا قديماً بالعديد من الزراعات مثل التوت، الزيتون والتين، بالإضافة إلى كروم العنب، وانزرعت أرضها الغنية بالمياه النقية والطيبة بأفضل أنواع الخضار والفاكهة الموسمية. تميزت عريا ببيوتها العتيقة وأحيائها الداخلية اللي بترتبط ببعضها بأدراج صخرية جميلة ممزوجة بالنقوش، وبتحيط فيها أنواع متفرقة من الأشجار والورود اللي بتعطي البلدة طابع كروي خاص ومميز. الطريق من بيروت على عريا ما رح تتجاوز ال 13 كيلومتر بالمسافة، أما بالوقت ما رح تتجاوز ال 25 دقيقة، فلكل شخص حابب يتعرف على عريا وعلى مخزونة السياحي والثقافي هيدي مناسبة. أما كيف بتوصلوا على عريا إذا مشيتوا من بيروت؟ منشوف سوا الخريطة. طريقكم من بيروت على عريا رح بتمر بي الحزمية، بعبدة، الجمهور، وصولاً إلى عريا. اتعاقب على رئاسة بلدية عريا 10 رؤساء منذ العام 1928، وساهم العمل البلد المبكر وعمر البلدة اللي بيعود إلى مئات السنين باحتضانها لثروات سكانية كبرى ساهمت مع جمال عريا الطبيعي بتميزها ثقافياً حضرياً وسياحياً. تتميز عريا بضيعة قريبة من المدينة على 10 كيلومتر من العاصمة بيروت، وهي بلدة بعدها محافظة بالحد الأدنى على طابع القروي تبع الضيعة، وهيدي شغلة اشتغلنا نحن وزملائي بالمجلس البلدي حتى نحافظ على هالموضوع
عبر إنشاء مخطط توجيهي لهالبلدة حتى نمنع الاجتياح العمراني بشكل كثير قاسي. بقى هيدا ساعد حتى نحافظ على الضيعة، ضيعة سكنية قريبة من بيروت إنما محافظة على طابعها القروي، وهيدا الشيء اللي بميزها بهالمناخ بالصنوبر. يمكن قسم كبير من العالم لما بتقولي لهم عريا ما بيجي ببالهم إلا هالأكواع الخطرة، لا، عريا فيها غير الأكواع الخطرة، فيها أشياء حلوة ومؤهلة لتكون بلدة سكنية بامتياز برواق بعيدة عن العاصمة 10 كيلومتر. اللي بيجي على عريا أول شيء عندنا الينابيع، يمكن في قسم كبير من العالم بمحيط عريا وبالمنطقة، لأنه عندنا مياه وبتقوم البلدية دايما بفحصها الخصال على الشرب بالينابيع، ويلي هن عنا عين عدد 2 بيجوا العالم بيستفيدوا بيعبوا منه مياه للشرب. كما وأنه عنا تونيل السكي المعروف، كان له محطة عبر التاريخ مهمة تمرق سكة الترام بعريا من أولها لآخرها وصولا لعلي، وفي محطة كمان غير التونيل، محطة عريا شويت بقلولة اللي كانت محطة وكمان كان لها أيام بالمضوى. اللي بيحب يتنزه ضمن الطبيعة وإذا بدك سياحة بيئية بيطلع من بيته بخمس دقايق بيكون بالعاصمة، بيصير بين الصنوبر وأشجار السنديان وبيمشي بشكل رواق. وإنما ننسى أنه عريا بتبلش من حدود الويزي يعني من الجمهور وصولا إلى علي وشويت، يعني عندنا مساحات كبيرة ممكن تتنزه فيها وسط الطبيعة الخلابة وبتروق أعصابك. هذا اللي ممكن تشوفيه بشكل أساسي بعريا. وكمان قامت البلدية حتى نضوي على بلدة عريا بتنظيم مهرجانات سنوية، وعرف بالبير فيستيفال يلي عم بيستقطب عدد كبير من الناس وكان عم بيلاقي نجاح كثير قوي، عملناه على 5-6 سنين واخر سنة كان عنا مثل بقولوا بومين كثير قوي واجا بالالاف الناس يلي قدرنا نعمل فيه حركة سياحية وحركة اقتصادية عبر انشاء بعض الكيوسكات حتى اهل البلد يكون لهم افادة، وكنا نحن مسرورين انه عم نضوي على عريا حتى نستقطب ناس ونعرف الناس انه لا عنا بعريا في طبيعة خلابة واجواء حلوة وممكن تكون زيارتها شغلة ممتعة. كمان المخطط التوجيهي ساعدنا تنحافظ على البيوت القديمة يلي أعيد ترميمها يلي هن من حجر ويلي بيعطوا طابع حلو للضيعة وبيتركوها يعني بيزينوها إذا فينا نقول، وهودي البيوت كمان مشكورين أهليهم يلي نحنا شجعنا كبلدية يحافظوا عليهم. هيدا بشكل أساسي اللي بتشوفيه بعريا، غير حب أهلها للضيف ونحن بنعرف كوننا بلدة قريبة في كثير ناس عم ترغب تسكن فيها، يعني هي من خارج البلدة من حيث القيد، إنما نحن كل واحد بيسكن بعريا بنعتبره ابن هالبلدة وصار عنصر أساسي بالبلدة ومثلنا مثله، يعني يتأقلم بجو عريا حتى نحافظ نحن على أصالة هذه البلدة ونكون مجتمع واحد. وبالفعل هذا اللي عم بيصير، يعني حتى الناس اللي عم تقصد تقعد بعريا او لانه من قربة لبيروت عم تكون كثير مبسوطه كثير مرتاحه عم تشعر كانها يعني خلقت بهذه البلده. الأدراج المرممة، الممرات الصديقة للبيئة، بالإضافة للأحراج والحجر يلي بيزين معظم حيطان البلدة، أعطوا عريا هوية خاصة ساهمت بزيارة عدد كبير من السياح والرسامين إلى للتمتع بطبيعتها الحلوة والتعبير بريشتهم عن سحر هالقرية الجميلة. أول شيء أهلا وسهلا فيكم كمان بعريا. مثل ما لاحظتوا لما فتوا على عريا أغلبيتها مناطق حرجية، في تقريباً شي 70% بعد مناطق خضراء، بيغلب عليها أشجار الصنوبر بالغالب وفيها سنديان وبلوط وفي كينا والأشجار البرية يعني
الحمبلاس والبلان والاشياء النبات. بلدية حبت تستثمر هالمنطقة وحبت تعمل الحديقة، سمتها حديقة الصنوبر، يعني هي بتكون متنزه للعائلات ومثل فسحة لحتى يجوا هالشباب هالرجال الختيرية هالعائلات، يعني يقدروا بهالطبيعة الحلوة. ما بتشوف هوني عندك أشجار زيتون، كمان في زرعة البلدية عملوا جازون مساحات خضرة ليزيدوا مساحات الخضرة، وعملوا على البرك، اشتغلنا على البرك، عملوا نفايرات وأضوية ملونة بالليل، واشتغلت على طرقة الإجر كمان، طرقة المشاة عم تأهلها بيقدر واحد كمان يتمشى عليها، وفي طرقة بايك للبسكليت كمان والأتفي بيقدروا يروحوا فيها شي تقريبا شي كيلومتر من هون لتوصل للنهر. وعندك هون الأكروبرانش، هودي كمان للشباب بيقدروا يعربشوا عليهم ويعملوا رياضة. كان لخط الترين أو سكة الحديد اللي مرقت بعرية أثر كبير على ازدهار التجاري والسياحي للبلدة، ولازالت أثار تلك المرحلة يلي بعدها موجودة دليل على الدور المهم يلي لعبته البلدة بهذيك الفترة. هذا المطرح الموجودين فيه نحن عمره 124 سنة، يعني رح يرجعنا لحقبة تاريخية بعيدة شوي، لأنه هذا التونيل نفق ينعمل لسكة الحديد بسنة 1895. بقى نفكر أنه بهذيك الأيام كانت المنطقة بعدها شوي بدائية، وكان خط الشام مش معبد، وكان السير عليه كتير فيه صعوبة، وكنا بعدنا على الخيل وعلى العربيات. ولما فكروا بإنشاء سكة الحديد هو فكرة، نحن كنا كمان بعدنا بعرية وبلبنان تحت الحكم العثماني اللي كان لا مركزي، بس كانت صارت أوروبا موجودة هون وعندها نفوذ بالمنطقة. لهالسبب فكروا بإنشاء سكة الحديد، وسنة 1895 بلشوا إنشائها، وتقريبا تمت بسرعة سنتين ثلاثة كانت خالصة. سكة الحديد كانت هدفها الأساسي كان عم بيتعزز مرفق بيروت، وكانوا بدهم ينقلوا البضاعة لغاية تجارية، ينقلوا البضاعة عبر طريق الشام على طريق الشام من مرفق بيروت على الشام، وهذا كانت تاخد أربعة أيام سفر هالعملية. سكة الحديد سهلت كتير هالأمور وأنشأها الإيطاليون وبصعوبة شوي، لأنه أهالي المنطقة ما كانوا يتخلوا كتير بسهولة عن أرضهم الزراعية، كانوا حابين يحافظوا عليها، فبسرعة صار التنقل أسهل بكتير، وصار السفر ياخد حوالي 9 ساعات بدل ما كان ياخد 4 أيام. وفينا نتخيل شوي هيدي المحطة بهندستها، هي هندسة فرنسية، لأنه الفرنسية نفذوها شبيهة لمحطات سكة الحديد بفرنسا، تعاونوا مع الإيطالية بالمعدات وبالسكك وبالمكنات، تعاونوا مع البلجيكية بتنفيذ المشروع ككل. وهيدي المنطقة كانت عم بتعجب الناس وتعجب الركاب، وحتى بما أنه عرية كتير حلوة ومناخة حلو ومعتدل، وكان فيها غابات الصنوبر كمان حواليها، كانت طبيعة جميلة، صاروا ينقوها العالم بظل وجود سكة الحديد واختصرت المسافة كموقع الصياف. يعني فيك أنصل مكسيك قعد فيها، أنصل فرنسا، أنصل إيطاليا، أنصل سويسرا، سكنوا بعرية بهذه الحقبة. وكان التبادل واللقاءات على المحطة كتير جميلة، يعني كانت سياحية، لأنه بسرعة من بعد التجارة لقوا أنه من المستحسن يحطوا مركبة للركاب سياحية، كانت البطاقة حتى واحد ياخد الترانس سكة مش غالية. لهالسبب صاروا كتار من الناس يستعملوا القطار بتنقلاتهم السياحية والتجارية. سكة الحديد بوصولها على عرية
تاريخيا كان في صعوبه لانه ببلش ترتفع لانه بدها تنتقل من عريا لعلي، واللي من بده يبلش يطلع بده يمرق حتما تحت طريق الشام. لهالسبب كان في بعريا ثلاث انفاق، ثلاثه تونيل معمارين عقد عمار كثير حلو، مطرحين بيمرقوا تحت طريق الشام باول عريا وباخر عريا منطقه ظهر الوحش، وبنص عريا بيمرق التونيل وهو رائع، هو عن جد مكان فيه الواحد يتفرج عليه هلا بالوقت الحاضر، ومرق فيه الطريق وهو مضاء وبيقدر الناس يمروا فيه والسيارات تمر فيه، وبعده محافظ على شكله بدون اي تاثير بالايام. نرجع بنذكر انه 124 سنه مرق عليه. التعاون والصداقة القائمة بين مدينة شولي الفرنسية وبلدة عريا أدى لتوقيع معاهدة توأمة بين البلدتين، وكان من ثمار هالتوأمة افتتاح صالة رياضية ومكتبة عامة أمام أهالي البلدة والزوار من مختلف أنحاء الوطن. حتى قدرنا نعمل بعض الإنجازات، انفتحنا على العالم الخارجي خارج لبنان، ومنها كان دينا معاهدة تعاون نحن وبلدية مدينة شولي الفرنسية بال2003 بعتقد، وطورنا من بعد 2003 كان ثمار هذه التوأمة إنشاء مكتبة عامة يلي كمان بحب يزورنا لحتى يكون عندنا مكتبة يقعد فيها، ومكتبة كثير مرتبة، وعملنا ملعب رياضي مع صالة تحت منه كمان مقفلة لحتى نقدر نعمل نشاطات رياضية، ورجعنا سقفنا هالملعب مؤخرا. المكتبة العامة أنشأناها وفيها آلاف الكتب، وكل مرة حدا بكون عنده كتب عم نحاول هلا بظل الظروف المادية الصعبة، كل حدا عنده كتب ببيته ما بقى بحاجة لألون، هيدا ما قررنا نحافظ على هالكتب. وكمان مدينة شولي زودتنا بكتب كثير قيم، فيها كتب بثلاث لغات، اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، والكتب لكل الأعمار، وفيها كمان ست أجهزة كمبيوتر وإنترنت، وفيها صالة صغيرة للندوات بحدود 100 شخص. لقبت بموطن الزيتون والتين والتوت ودوال العنب، واعتبرت أرضها جنة للخضار والفاكهة. ورغم المسافة القريبة اللي بتفصلها عن العاصمة، احتفظت عريا بكثير من صفات الكرة اللبنانية النموذجية، ومن ضمنها حب أهلها للزراعة، خصوصا مع وجود مياه الينابيع الغنية لتعتبر ميتها لليوم أطيب مي. عريا موصوفة أول شيء بالصنوبر، كانت من زمان قبل بتعرف التوت والأز، توت الأز، بعدين تغيرت لصارت للزيتون والعنب والصباير. هلا نحن بعدها وما بنتركهم، الصباير والتوت والعنب هودي مواد أساسية عندنا بنضل محافظين عليهم، بالإضافة للرمان والأفوكا. هلا صار في أفوكا الشغلة الحديثة يعني هايدي، والقشطة حتى والجنارك والخاوخ على أنواعه. بطريقنا بنزرع كل شيء. بميز عريا بالزراعة هي بوجودها بمنطقة وسطى، يعني مش بالجبل. بيخلص عندنا مثلا الموسم ببلش بالجبل، كيف؟ إذا زرعنا دراي، هالدراي بتكلها مثلاً قبل ما تكلها بسهل البيع بشهر، مشان هيك بتطلع غير شكل وإلى سعر. وبعدين المي تبعها فيهاش مي نهورة ماشي ملوتي ولا شيء، كلها ينابيع من الأرض، كل بيت فيه نبع في بير، بقى المي بصالحة للشرب. شو بتطلع الزراعة مثل السكر طيبة، وبصير يقولوا شو طيبة هالخيار وهالبندورة، ليش كله من الماء. والكيماويات ما بنحط، نفلش سواد بالأول، سواد طبيعي، تطلع الزريعة طبيعية 100%. مرحوم بي كان يزرع، وعشنا نحن من خيرات الأرض، يعني تعودنا على الأكل الطبيعي وعلى النبات اللي بيتاكل المضبوط والماء نظيفة. بقى صرت ساعده، بعدين لقيت حالي انه استهوتني الارض وصرت اشتغل فيها. كل واحد شو بيزرع بياخد،
هلا انا بعمل عرق من العنبيد، بعمل خل وبعمل انبيد وفاصوليا، بعمل مونتي فاصوليا وبيع كمان فاصوليا يابسه للعالم مشان المون، فاصوليا العريضه البيضه طيبه. والرمان بعمل دبس رمان، شو ما بيطلع عنا منبيعه منبيعه، والما منبيعه بنعمله لينبيعه بايام الشتاء بغير ايامه. هالموقع اللي نحن موجودين فيه هو النبع، نبع الضيعة، نبع الأساسي، مركز كنت تجمع فيه الأجيال كلها، يعني هيدي المية الشفة. نحن عندنا نبعتين أساسيات، نبع عين الفوار اللي هي بتنبع من تحت الأرض، يعني نبع جاري ما بده لا موتوريت ولا بده كهرباء ولا بده شيء إضافي ليدفشو. وبالإضافة إلى كمان عندنا نبع تاني أساسي اللي هو نبع حارة الفوقة، كمان ميته الشفة، ونبيع قديم كتير، يعني أول ما سكن إنسان هالأرض كانت ينابيع ماشية بطريقة منتظمة ولم تزل، وبليها المي ما بنبقى ولا تكة بلبنان. عندنا كتير ينابيع تانية بس هني هول اثنين الأساسيات كانت تجمع عليهم كل الناس، والمي الفائدة لأنه هي نبع غزير كانوا يسقوا كل البساتين منه. هلأ أكيد خفت المزارعين، صارت المي بتروح إذا ما بيشربوها بتروح على البرك، ومن بعد البرك بتروح على الجلول. العين ما بعرف تحديداً، أكيد مئات السنين يعني، لكن ما كانت بهيدا الشكل، كانت يمكن الطريق أوطى لأنه يعني عملت الطريق ما كان خسفي، كان طريق إجر، كان طريق للدواب. وبعدين جاء أستاذ جورج صقر عمل ترميم عليها بسنة 2013. يعني البلدية دايماً كانت تتعب أنه تركز على هذا الموقع، خاصة من جهة المي، بنفحصها كل مدة كل 6 شهور تقريبا، نفحص العينتين لأنه هني هول الشفة. بتنظم لجنة بتضم العشرات من الشباب المتطوعين من أبناء عرية بالتعاون مع بلديتها مهرجان سنوي بيمتد على 3 أيام، بيتخللوا أمسيات غنائية مع كبار الفنانين بالإضافة إلى نشاطات كروية متنوعة بتتضمن أكشاك لبيع مونة البلدة البيتية، وهي فرصة للسواح للاستمتاع بجمال عرية وطيبة أهلها وضيافتهم المميزة. من وين ما كنتوا بقلوبنا انتوا، حب بيجمعنا على طول، نسهر سوا نفرح سوا نغني سوا على طول. أهلا وسهلا فيكم بعرية بالأول، هيدا يعدكم الثاني، وبنشكر تلفزيون لبنان على هالمقابلة الحلوة. بالنسبة لمهرجان عرية كل عمرها كانت تصير تقليدية مثل العادة يعني، بس بهمة الرئيس والأعضاء والجميع عملنا نقلة نوعية بهالمهرجانات لحتى وصلت لمحل كتير رائع جدا. وهالمهرجانات تخللها كتير إشياء مهمة، بس الأهم فيها كان مهرجان فيستيفال بير. هالمهرجان اللي قلنا كذا سنة عم نعمله بيتضمن 3 أيام رائعين. أول يوم بيتضمن للشباب فيستيفال بير، كل أنواع البيرة بيتنافسوا عليه كل شركات البيرة العالمية والمحلية ليشتركوا معنا فيه. وتاني يوم مهرجان فني عم بيكون بالاشتراك مع فنانين لبنانية بس مشهورين كتير. النهار الثالث بيكون عادة للأطفال اللي بيتضمن ألعاب، بيتضمن ترين، بيتضمن مدينة النحل اللي بتعطي فكرة للأطفال عن طريقة تربية النحل. تاني مرة كان على مدينة النمل وترين ترفيهي مع ست جيزيل زرد هاشم. وبيتخللوا كمان على فكرة طنبولة على سيارة، كان على مرتين عملناها ونربحوا اثنيناتهم. ومن ضمن هالبروغرام كنا عم نعمل كيوسكات للأكل عن طريق أهل الضيعة، يعني هن اللي بيهتموا بهالشي لتشجيع أهل الضيعة لحتى يشاركونا كمان. وبالفعل أنا برجع بجدد شكري لهم، لكل الشبيبة اللي تعبت معنا واللي بعدها عم تتعب وعم بيكونوا خلية نحل بالمهرجان. يعني 3 أيام 3 أيام ما حدا عم بينام، 3 أيام كلنا عم نشتغل، وإن شاء الله لقدام ولأحسن بإذن الله.
أعمدة مصقولة، نقوش تراثية وأناطر صخرية بيمتزج فيها الحاضر بالماضي، شكلوا سوا جزء من ذاكرة عريا الغنية بالبيوت العتيقة المشيدة بالأصالة والإبداع الهندسي اللي بيجمع بين البساطة والرقي. ضيعة عريا صار فيها ازدهار بأواخر القرن الثامن التاسع عشر أوائل القرن العشرين من بيوت الأرميد من سموها العمارات الحلوة بفضل المهاجرين اللي كانوا يبعثوا أموال للبنان ويرجعوا يعمروا بيوت بيات وكذا. فنحن أمام أحد البيوت هيدول القديمة يلي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، وهي من جوا من معقودة السقف بسموها، كانوا يعملوا طبعا سقف تراب دلغان بعدين صبت بالبطون مع تطور السكاني والعمار. المميز عندنا نحن بهذه الضيعة انه في بعض البيوت اللي سكنوها بعض الاناصيل بفضل مرور سكة الحديد، فكانت مصيف في ذلك الحين، ومما اثر إيجابا على بناء هذه الضيعة وتطورها. فينا إحنا مثلا ناخذ مثل على هالتطور على هالنموذج، هو البناء اللي اليوم مركز بلدية عريا، هذا يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، والهندسة تبعيته الهندسة اللبنانية اللي كان دارجة بهذيك الأيام، يعني مستوحاة بأغلبها من الأرشيتكتور الهندسي التليانية. أنواع الفن المعماري الموجود بعريا هي النوع اللبناني بأواسط القرن التاسع عشر ما قبل، كانوا يعتمدوا الكلين الحجر ياخذوه من الأرض من عنا ويسقفوا بيوتهم بالتراب، يعني النقد معروف فيه، ويحدلوها بالشتاء. بعدين تطوروا إلى وجود بعض البيوت بالمعقودة السقف، رعد كانوا البيوت ما بصل أكثر، يعني البيوت شوية معقودة. بتشهد كنيسة سيدة النجا العجائبية المبنية بالعام 1560 على تجذر عريا بالتاريخ، وبتضم البلدة أيضا صرح روحي آخر وهو كنيسة ميلاد السيدة للروم الأرثوذكس يلي بعود بنائها إلى القرن الثامن عشر. أول شيء هاي كنيسة وقت اللي إجوا بيت الغرزوزة عالضايع لهون بحدود 1600 يمكن، بس هي الكنيسة كانت معمولة بالألف وخمسمية وستين تقريباً، كانت كنيسة صغيرة هي، وكانت أوطى، كانت الطريق اللي تمرق منها كانت بارتفاع الطريق. وقت إجوا بيت الغرزوزة من الطائفة الأرثوذكسية يعني صاروا يصلوا فيها، كانت كنيسة صغيرة صاروا يصلوا فيها هني والموارنة، لأن ما كان عندهم كنيسة الروم، بيطلبوا إذن من مشايخ الدروز كانوا تيسمحوا لهم يعملوا كنيسة. بيقوموا بالألف وسبعمية وسبعتاعشي بيعملوا كنيسة بسموها كنيسة ميلاد السيدة. وقت اللي عملوا الكنيسة إخواننا الأرثوذكس كانوا رجال الوقف إجوا يقترحوا كل واحد يتبرع بشيء تيكبروا الكنيسة، ناس بتتبرع بمصاري، ناس بتتبرع بشغل، وتركوا الكنيسة الصغيرة، تركوها اعتبروها مثل سئلة، صاروا يعربشوا على الحيطان تبعها تقدروا عملوا هالحيطان العالية. وقت اللي عملوا هاو الحيطان العاليين هدموا الصغيرة وصاروا ومشي الحال ومشوا وتبرعوا وصاروا يزيدوا. وبالنسبة إنه لا يسموها سيدة النجاة عريا العجائبية، لأنها عملت عجائب، عدة عجائب عملتهم. الكنيسة اللي احنا موجودين فيها اليوم هي كنيسة ميلاد السيدة للروم الأرثوذكس. هذه الكنيسة بنيت بأوائل القرن الثامن عشر 1717 مثبتة حسب البلاطة الموجودة على مدخلها الشرقي. وهذه الكنيسة
طبعا صار فعليا عندي ترميم ما يوجد فيها من أيقونات يعود إلى 1864 عند تجديد الكنيسة، والجرس تبعها يعود إلى 1898 لما كبروها شوي، آخر مرة زيدت من الغرب بال 1966. هذه الكنيسة بنيت على الأرجح كلين بسمك 175 سنتيمتر معقودة السقف عقد واحد، أخذت حجارتها من البلدة. كذلك فينا نقول إنه هيدي صار فيها ثلاث عجائب مثبتة أثبتناهم فيها. مشوار بلبنان من بلدة عريا انتهى، ملتقينا معكم بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس الموعد. من هلا لوقتها أطيب التمنيات ودايما برفقة تلفزيون لبنان. إلى اللقاء.